Happy birthday to you. حبستني يا براشي، بس وحياتي العيش والملح لردها لك، بس بطريقتي. الحقني يا خالد. يطلبوا اللي يطلبوه بس يرجع. خضروه وحلقوا له شعره وغيروا له لبسه وخرجوا بيه بمنتهى الهدوء. حضرتك عرفته وما خطفوه ليه؟ طفل ياسين فصيل الدم اي بي سالب. الموضوع شكله تجارة عطل. معقول مشاكل الشغل توصل البيت؟ طريقة هو السبب في الحادثة ولا لا؟ بتفك فيا. وديت في داهية. البت دي أنا مش مرتاح لها خالص. وديت ابني فين؟ مش هستريح لما أرجع البيت. ذهاب وعودة غداً السابعة مساءً على NBC مصر.